لكم من متحف دبي التخيلي الفضاء الإلكتروني ومسجد تعليم بالترفيه، نروح للفنون اللي بتبقى موجودة الحقيقة في الشوارع، الرسم على الجدريات، بعض الرسوم. والحقيقة مصر في الفترة اللي فاتت كمان اتميزت قوي في عملية الشباب اللي بيرسموا جدريات على الشوارع، لكن في الأردن كان هناك مهرجان لفنون الشارع شارك فيه أكتر من 18 فنان لمدة 7 أيام. هذا المهرجان أثمر عن 22 جدرية فنية مميزة في الشارع الأردني. خلينا نشوف ونرجع مكملين مع حضراتكم صباحنا مصر. انطلق مهرجان فنون الشوارع ليسلط الضوء على مواهب فنية أبدعت وكست جدران العاصمة عمان بثوبا جديدا من الألوان. من هنا اجتمع 18 فنان 7 أيام، وكانت نتيجة عملهم وثمرة لقائهم الفني والفكري 22 جدارية بأنحاء الأردنية، هدفها رسالة واضحة هي تشجيع الناس على حماية البيئة في البلاد. الثيم حبينا نركز عليه هذا السنة لأنه مع الكورونا ومع كل إشي، لما الناس صار في حظر بطل في نفايات الشارع، بطل في كل إشي، هذا الإشي خف. فليه إحنا بس يكون حظر لازم نعمل هاي الشغلات؟ بس لا، لازم نشدد على هاي الشغلات حتى لو إحنا بالشارع. إحنا الشارع هو بيتنا الثاني يعني، فلازم نحافظ عليه. وأكدت سلطان من جديد على مدى تشجيع زملائها الذكور من فناني الجرافيتي بالعطار، وكيف أن عدد المادحين أكبر من عدد القادحين، حتى أن والدها أصبح الآن فخورا بعملها. وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى نظم مسرح البلد مهرجان فناني الشوارع السنوي بلدك. الفنانين عم بيشوفوا انه هاي اللي بيقدروا يعملوه بهاي القضايا، من قضية البيئة لقضية الكورونا، من اي قضية عالمية، بيشوفوا انه لهم ايد بالموضوع. وبنفس الوقت هي عم تسمع من خلال نطاق التعبير اللي هو فن الجداريات، عم بخليهم كمان يصير في تفاعل خاص ودائم وكتير مميز مع الشارع ومع الناس اللي بالشارع. وهاي حلاوته انه مفتوح لاي حدا، مو محصور بمكان ولا محصور بجاليري. وفي احدى الجداريات يظهر عامل نظافة مرسوما بالخطوط والالوان في صورة محارب روماني. لرسمة اليوم عم بعمل جندي روماني، عم حامل كيس زبالة وفي كأنه ناس بترمي عليه بندورة، فهو زي ببين انه عم بحارب انه يخلي البلد نظيفة، فعم بعكس انه كعمال الوطن هو عبارة عن جنود عم بحاولوا يحافظوا على الوطن يكون نظيف. وأعرب المنظمون عن أملهم في أن يكشف المهرجان السنوي قوة الفن كسلاح في معركة الوعي، مع تسليط الضوء على المواهب في الداخل. إطفاء الألوان على الجدران يساهم دوما بزرع البسمة على وجوه المرة. التزم كل من فناني الشوارع بمجموعة من القواعد لتفادي المتاعب، كالطلاء في وضح النهار واحترام الحساسيات والخصوصيات التي يرسم فيها، والتمكن من شرح العمل لكل من الشرطة والمرة.